اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من سميرة كور. سميرة المره ذي شفت خرجت من الدار بطلقه التكويره نتاعها بحذاها. دونك خويا بحذنا اليوم لاعب نادي الافريقي احمد والمنتخب الوطني التونسي بيان سور احمد خليل باش نحكيو معاه على برشا حاجات ما فهمت علاش تعدي في الفيديو. بريف حطوا جي كومونتيرات ابوني وشين نحن تو نمشيو مع احمد خليل باز مش تشوفوا فيه ما هو ظهر ولا هوني ولا هون حسيلو هنا ماشيين الكهرباء يلا ننطلق. هذا الكل يرجع في فلوس مال 16 سلطة جاه ومال. مش كنت تهدي الغنية ذي قالوا لي أحمد عنده حكايات أخرين وقتها أي خرجوا برشا حكايات وضح فرصة ما عمرك ما حكيت فيه الموضوع واش شو نقلك ملا وقيت بس تعرس انت معناتها ما نجموش نشوفك تلعب في الترجي ولا في الاتوار ما يسيرش ما تحشمش خويا ما نخدمو ما تبدا مشخش بالكعاب احنا بنما وشفنا بلجيكا وما تعادلناش ولا غالب ودازو خوطة في الشربة كيف ما يقول احكي لي حاجه صارت كودي من الضحك ما نصورش فما جوارات ولا حتى ستاف تكنيك في الكوره توا مضحين اكثر من جوارات الكلوب ولا ستاف تكنيك تاع الكلوب حتى منيت وفيت ديما نعاود نقولها منجم يعملها كان جمهور الكلوب نحكي لك على غازي يعني شنو صار بالضبط نب الرفله نب تحب تهز خويا حتى باش ناخذ فرصتي ما خذيتش فهمت ولا فما دي ماتش قلت لك مش ديزني انا ما نحبش يعني كود بوز نحب ناخذ حقي فهمت حول الله فما كان سلامات هنحطها تسجل ايه خويا تليفونك تحطو سيلونسيو شنو هي هذيك تاتا منيت وفيت كانت عندها راديو بتاعها ما راديو بتاع الفريق يا مان قعدت لك هوني سوفينير ما مات كذا كي يومي ثاني يا اخي الله يرحمها كان في الموت وفي الله يرحمها تحبش تسالني عليها زين بدينا بيه ديجا سيدة سأل انت ديجا بدينا سيدة نبرد شوف الكهرباء اول حاجه سانتا المسيونيت كيف قد غير نتاع مذر ولا نتاع؟ نتاع شاب قولي كان خرجت عليه تنكمل بلدي جداخ اوه لبيداخ برا خلينا نجرب اوكي رغم اني مانيش نشوف في شيء راه خاطر نقص سميرة ما نتاعي سميرة تدور بحق سميرة سميرة وليت انا احمد مرحبا سافا لاباس يتكلم بالقوي شو حشمت مرحبا مالك سافا لنا سافا سايب راه قداش تاكل كونتاكت خليك الباتيزور ولا؟ لا نجم كيكا ماما امشي لو امشي والله دقيق 15 سلطة جاه ومال مش كنت هدير الغنية هذيا الغنية هذيا مش كنت هدير أحبابي غير ما تهديش للأحباب تهدي للي مشاو قولي وين الله خير دي ما غني فيها بس كنت هديها نبدو بذية هذي والله ما يسيرش ما تحشمش خول ما يسيرش فك حشم تكون أنا حشمة مش حشمة من السنو خام مش كنت هديها يعني قولي ترى تيمس العباد اللي عملت معايا الخايب برشا عباد عملوا معاك الخايب برشا عباد عملوا معاك الخايب يا ربي يا تيم خويا هما يعملوا الخايب انا عمل معاهم الباهي ما نساش رجعنا من الباهي بيعطيني كوره وين تو فما حاجات ندمت عليهم اللي جيت مسيرتك تو والا عباد ندمت انك ثيقتهم في خدمتك وخليت لهم كما نقولوا نحن كاريرك بين ايديهم ومن بعد ما كانوش في المستوى فما حاجات من نوع هذا صار في كاريرك لحد الان واحد في الدنيا ذي يتعلم حتى واحد كي يغلط ولا حاجه يتعلم باش المره الجايه ما عادش يغلط الغلطه اللي عملها ولا ما عادش ياخذ القرار الغلط اللي عمله فهمت دونك ما نندموش على حاجات عملناها فهمت فهمتك اما غلط اكبر غلطه عملتها تو في مسيرتك شنو اكبر غلطه شفتو بديتها متاع عبد الرزاق الشيخ في الانترفيو تحسني غدرتك غلطت مثلا في حاجات تبع البليسيور نتاعي في العوام هذوما ما استحفظتش على روحك مش لا ضحيت على خاطر ما انت خيرت انك
غلط مثلا كي ما خرجتش تكلمت، فهمت؟ كي خبيت على ال 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 خبيت مثلا قعدت تلعب برشا مضروب احمد، مش كيستيون العب مضروب، خبيت حتى كي تضربت خبيت ما خرجتش، لعبت وينك تسال عليا والكل، وبرشا كلام غلط تقال بريد هذيك، برشا كلام غلط، برشا ريمير خرجت قالوا لي احمد أي. عنده حكايات اخرين وقتها اي خرجوا برشا حكايات برشا. وضح وضح فرصه، ما عمرك ما حكيت فيه الموضوع. واش شو نقول لك نتعدي انا 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 اللي نعرف انا اللي نعرف اللي البريد هذيك كانت فما بليسيور خايبه نتاع ما تجيش معناتها ما تجيش برشا الجوارات ظهر لي، كانت فما ضربه سبيسيال شويه لاحمد خليل انا بون بظهري ديما تجيني دي بليسيور كومبليكي كيما فهمت اللي يصير يصير دياغنوستيك غلط التوبه ما يفهمهم يعملوا حاجه غلطه فهمت تراسي اللي نطلع نشوف معنا المشكله ذي برشا في تونس فهمت حاسب لك هذاك اللي صار في ضربتي الخاني كا برشا بريسيون صارت عليك بريدي صحيح اما ذلك تكون في الفريق تستانس بالبريسيون هذايا وتولي حاجه كوتيديان تستانس بالبريسيون مي بون تقلقت مش تقلقت من البليسيور راني يعني تقلقت تقلقت لي انت تشوف العباد تحكي عليك بالغالط صحيت صحيت وليش ما وضحتش وقت؟ ما نجمش نخرج هنا نوضح فهمت وين جيت نوضح فهمت وين جيت نوضح وما نجمش نخرج نوضح فهمت هذيك يمكن الحاجات الغلطة اللي عملتها ما عادش تعاودها مرة جاية معناتها مرة جاية كي تخرج ريمير على أحمد خليل إن شاء الله واحد ما عادش يتضرب أبار الضرب أبار الضرب أي ريمير تخرج على أحمد خليل راه باش يوضحها معناتها يقول راه هكا وهكا من الأول باش يقطع الشك ويمشي كل شيء في مكانه صحيح صحيح من الأول نقطع كل شيء باهي كلمني في كل وقت فما حتى مشكلة نخرجوا الخبر باهي نرجعوا توا للنادي الإفريقي حاليا كيما نقولوا نحن ظهر لي توا في الوقت الحالي ما يكور في الإفريقي كان اللي يحب خاطر مش سهل انك تكون في النادي الافريقي في الوقت الحالي برشا المشاكل اللي دايره بها صحيح دار لي واحد يحلم باش يكون في النادي الافريقي بيان سور انت نهار قلت هذا حلم تحقق انك تكون في النادي الافريقي حلم تحقق ومازلت نحب نلعب في النادي الافريقي ومازلت نحب ندافع على شعار النادي الافريقي فهمت وكما نقولوا ماهيش باش تطول الحكايه دار لي بريود تتعدى انا يعني نتصور باش كيما نقولوا توا ايامات خايبه بريود خايبه ما باش راي ماهيش باش تطول باش تجي الايامات الزينه وباش نرجعوا ان شاء الله اقوى من قبل ان شاء الله والتاريخ باش يشهد بالعباد اللي وقفت مع الافريقي في الفتره هذه سورتو بالحق ما نتصورش فما جوارات ولا حتى ستاف تكنيك في الكوره توا مضحين اكثر من جوارات الكلوب ولا ستاف تكنيك تاع الكلوب كلنا بالحق يد واحدة وحاسين بالمسؤولية ان شاء الله ان شاء الله تتحل والامور ترجع مريقلة كيف كيف هوني ستاف تكنيك جوارات كيف كيف شفنا حاجة تاريخية يحكي عليها العالم اللي هي جمهور ولا تخطل سبب ظهر لي اللي صار في الفترة هذيك فينومين ما نزمش يتعاود حاجة شفنا التلميذ اللي نحى من فلوس المكتب نتاعه ومشى يدفع للافريقي شفنا المريض اللي نحى فلوس الدواء ومشى يدفع للافريقي شفنا حاجات عمرنا ما كنا نهار نتصوروا نشوفوهم في عمرنا ما كنا نهار نتصوروا نشوفوهم في الكوره انه عبد يوصل يضحي بالطريقه هذيك على خاطر جمعيته صحيح اللي مسقط في تاريخ اللقاءات اللي صارت البريود هذيك ما نجم يعملها كان ديما نعاود نقولها ما نجم يعملها كان جمهور الكلوب يظهر لي حاجة تاريخية حاجة كبيرة برشا بالحق الناس كل تشهد الجمهور بالجيست اللي عملها وإن شاء الله كما قلت لك بريود وتتعدى وننسي الأيامات هذوما صعيبة الصعيبة وإن شاء الله نتعدى صعيبة أيامات صعيبة أيامات صعيبة أنا خدت شو صعيب باش نكمل انترفيو أوكي مش قاعد نشوف رجع معي خير انداتس انداتس اوكي خوي الله مسلي على النبي يخسر خوي نرجع للموضوع انا طبعا نمشيو للنادي الافريقي ومروا بعض حنا مانيش نسالك على احمد خليل مازال باش واصل ولا خاطر مازال بكري ولا احمد خليل بطبيعته قاعد في النادي الافريقي نحن في تونس ما عندناش ان نحضروا سيزون على بكري اخر لحظه نجيبوا جوارات نلموهم نعملوا جو ستاجات وندخلوا نكاول تشوف اللي هذيا غلطه تاثر حتى على اللاعبين في وسط السيزون تجيب دي بليسور ما تخلي الناس نمشيو لبعيد هذا الكل يرجع في فلوس مالك فهمت عندك الفلوس تعمل بريباراسيون تعمل تحضيرات باهيه ما عندكش تعمل ستاج لبرا تنجم تعمل كل شيء مش حتى ستاج لبرا تنجم في تونس تعمل كل شيء في تونس
اما تقعد الامور الماليه هي العائق الوحيد في الحكايه هذه، فهمت؟ عندك الفلوس في الدنيا الكل، في اي دومين عندك الفلوس تلقى روحك مليك، ما عندكش تتعدى بصعوبات كبيره، فهمت؟ واضح به. احمد خليل لاعب دولي ليكيب ناسيونال ستاني لك، نعرفوا اللي معظم الاستاذ تاع ليكيب ناسيونال وين ما فما كونفوكاسيون براتيكمون فما احمد خليل موجود. ستاني لك ليكيب ناسيونال ظهر لي حاجه ربحت منها برشا في اسم احمد خليل، وزاد في الصنعه خاطر لعبوا بحذاك برشا ملاعبين كبار في البوست تاعك. صحيح، ديما نبدا كونفوكي في ليكيب ناسيونال. تحب تهز مثال؟ قلت لك ديما نبدا كونفوكي في ليكيب ناسيونال، ما كورتش برشا يعني، لعبت كيلكو ماتش. ليكيب ناسيونال الحقيقة أصير تمام ما استحقيت بس كور خليل ما كورتش. الحقيقة أي الحقيقة أي كيف في الحقيقة أي من غير ما تقول لي وقتاش أي أي فما بريود ما أنت حسيت روحك محطوط على البنك كيكة، ما أنت مظلوم حتى باش ناخذ فرصتي ما خذيتش، فهمت ولا؟ فما دي ماتش قلت لكش باش ديزني أنا، ما نحبش يعني كوت بوز، نحب ناخذ حقي، فهمتني؟ استحقيت دي بيريود باش نلعب في ليكيب ناسيونال ما لعبتش الحقيقه. مي بون تقعد ليكيب ناسيونال تقعد ما هو اسمك يتهز في دي مومون، لكن واحد ما حتى في النادي الافريقي كيكور كور في النادي الافريقي ديجا ما يستحقش ديجا، معناتها حاجه باهيه حتى للمستقبل نتاعك، حتى نهار اخر كيف باش تحكي انك لعبت في النادي الافريقي وتلعب في المنتخب شركه كوب دي موند اللي هي حاجه نشوفوا ملاعبيه كبار في العالم ما وصلوش لعبوا كوب دي موند ويحلموا بها. كان نحكيو شويه على الكوب دي موند، انا مانيش نسالك على خاطر كل شيء شفناه في التلفزه، شفنا بنما وشفنا بلجيكا وما تعادلناش ولا غالب وداز خوته تحت الشربه كيف ما يقول. احكي لي حاجه صارت كوب دي موند ضحك في الجروب، انت والجروب هذاك يضحك برشا، انا نعرف دونك احكي لي حاجه منهم خويا. نورمالمون نتصور لي الحاجه انا باش تصير ستاج كوب دي مون طول نتصور الحاجه باش تصير بين فاروق وبسام، نتصور حاجه هكا هذوكم ديما كيف فاروق عطوس الزوج. مي بون عادينه بالضحك الحقيقه، خاطر شبيك طول الستاج طول وقتها من وقتها فان سيزون، عرفت اللي كملنا سيزون تك تك تعدينا في ستاج معنا في رمضان، عادينا رمضان كامل براتيكمون في ستاج، فهمت؟ بعيد على العائله والكل، باقي ما حكيتش هذا الدرس. حاسين له شهر ونص واحد محصور في ليكيب ناسيونال، وليتوا صحاب برشا ديجا وقتها، قربتوا من بعضكم برشا، قربنا برشا بس انا معل... اي حاجه تضحك ما تفكر شيء؟ والله ما تفكرش. به اكثر جوار يعمل شغب في ليكيب ناسيونال، الشغب الايجابي بين اكثر واحد يضحك يقول لكم فاروق يخطب الضحك. لا فاروق انتم تقلقوه. اه. نحكي على الجوار اللي قال لكم. انا نعرف فاروق رايد، اسمعني بارت فاديك، نعرف فاروق رايد وانتم ديما تحبوا تدوروا هيلو، مش هو يمشي يبروفوكي مشاكل، امبوسيبل انه فاروق يبروفوكي مشاكل. بار كونتر شكون الجوار اللي يبربش برشا؟ الكل ما فماش ولا الكل؟ الكل هكا صاحبك. اكثر واحد صاحبك انت خويا في ليكيب ناسيونال. اه. اكثر واحد صاحبك انت. بون بريود هذيك. صابر بسام غيلان كل حمدي كنا نركشوا مع بعضنا، فهمت؟ الجروب كل اصحابي هي راي، فهمت؟ اما بيريود هذيك ديما نتلموا الاولاد هذوما في الجروب، فهمت؟ فهمت. بيسك حكيت على الاولاد وكل شيء، طبعا نحكيو نحن في تونس هنا على احتراف، شنو رايك في اللاعبين اللي انتقلوا من فريق كبير لفريق كبير كيف حمدي نجاز مشى للترجي، وكيف اللي صار الجمعة اللي فاتت مع غازي عبد الرزاق؟ شنو رايك، هل من حق الجمهور انه يتغسس على ملاعبيته كي يمشوا لجمعيه اخرى، ولا كيف ما نشوفوا البرا ملاعبي تلعب ريال مدريد برشلون انتر ميلان يمشي من مانشستر للسيتي دورو، شوف هل هذا من حق اللاعب ولا من حق الجمهور انه يتغسس، والا من حقهم الزوزه ما فما ليميت بين الزوز؟ والله شو قال لك الحقيقه، انا باش نحكي لك على غازي يعني شنو صار بالضبط. انا كونتر اللي صار لغازي الحقيقه، فهمت؟ انا راها ريت رياكسيون نورمال اللي عملها رياكسيون عاديه على الاخر، ديجا حتى جمهور ليتوال جاي مع غازي، جاي كونتر الحكايه اللي صارت له، يعني امه تتسبب في التيران. انت تشوف فيهم بروفوكاسيون زايده صارت لغازي، معناتها انتم مستانسين تتسبب في التيران وكل شيء. كان نقول لك ميتون كامل، امه تتسبب، نسمع فيه سبوله في يوم وما
سي نورمال الواحد باش يخرج من اللعبه فهمت. يا مشو انا هنا انا هنا راني مانيش باش نعطي رايه نحكي لك فما الجانب الاخر اللي يقول لك زاده لم لعبيه هذيك خدمتهم ولازم يقبلوا يسووا في ماتش اميكال ما تنجمش تقبلها في ماتش اميكال في ماتش اميكال في اوفيسيال نقول لك اي معاك فهمت ابريتو اي رياكسيون باش تضر انت اما في ماتش اميكال امك وزيد له اللعبه ويكلو فهمت ولا هذاك الشيء اللي فما بروفوكاسيون اكثر من اللازم معناتها بروفوكاسيون اكثر من اللازم دونك انا مع غازي الحقيقه في رياكسيون اللي عمل باهي ورايك في الانتقال من جمعيه كبيره لجمعيه كبيره احتراف والا الحقيقه كل واحد كل واحد وشنو يخمم انا راك انا بيرسونيل ماما ما نجمهاش الحقيقه انت معناتها ما نجموش فوق تلعب في الترجي ولا في الاتوال لا لا امبوسيبل ما لا لا نجمهاش انا هكا ما فما جوالات حقه معناتها اللي يمشي هكاك ما انت حسب رايك انت ما تنجمش هو ابريتو القرار ياخذه هو فهمت هو كل جوار وكيفاش يحس انا واحد من الناس ما نجمش بيخو انت نعرفوك زاد ملي قلت تحس اونزر كنا نربط لك الانترفيو تحس نعرفوك حساس اسمع اليسا نسيف زيتو اليسا اي قالوا لي اليسا ولا قلت له احمد خليل قال لي اليسا شكون قال لي بليل قال لي تقام تكي في كهرباء باش تكي في كهرباء يحط لك اليسا والله بيه شنو ال ال اسمع كل شيء راهو ما ليه مش اليسا اي لي صاحبك علي صاحبي كاستر صاحبي لا احسن رابور في تونس والله باش نقول كل كل بيريود وفاش كل مره يطلع فهمت حد تو تو تي ما مش كلاشي وكي اخي ما تحشمش ليش شكون مش كلاشيني صحابي احسن واحد احسن ايه والكاسترو قاعدين يعملوا في المزيكا شفت انا مثلا خويا من الشيره الاخرى جمله حتى كلاي قبل كنت مغروم بكلاي على انا الكتيبه تو كتيبة. انا كتيبه انا قبل كنت مغروم بكلاي كلاي تو في كلاي يمكن اللي هو قعد في نفس الحاجه ديما يعاودها معناتها قعد في نفس الستيل هو الوحيد اللي قعد في نفس الستيل بالنسبه لي فما كازو زاد اللي طلع مزيان عنده كازو برجولي به ابرسا 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 به فما انسان في العالم هذا معناتها فما انسان يسالوه كيف تو في انجلترا في كل شيء يسالوهم يقول له برجر يقول له بانيني يقول له بيتزا فما انسان يقول مرقه لوبيا هي الماكله المفضله بتاعي عروبي وبيه شو بيه مرخ كلوب تبدأ مشخشة بالكعاب وين سورتو أمي تعرف طيبة مش عارف ربي فضلي عايشك دونك مرخ ما زلت مصر ما أنت اللي مرخ كلوب هي اللي كان مفضل مرخ أنا نقول ولا نقول لها مش مرخ كلوب مرخ تمال مرخ تمال صحيح في زيتونة كيا وفلفل مار العبيد مش خايبة برجولي بيه وخبز القروان لا مش خبز تونس خبز القروان أنا القروان نعرف الكافتيجي اللي تحط في وسط الشطر هاي بعد يتغطى بالبيبة من فوق هذاك يتسمى مش بقى من عمله مش باقيت نحن نكله بالشوي اكلي هكا ذي شوي مدورة مدورة هذاك يتسمى شوي في القرون في وطرف طيبة ليه يا مدي في الكوشة يا ولا كيفاش عامل طول هنا في العيشة كيفاش طيب كل يوم جيب كل يوم لا يسمع أكثر حاجة تحير فيها في تونس هي الماكلة سورتو كتاب بعيد عليكم ما لا مقايد بس تعرس ها؟ ليه؟ عرس شلو فهمت دونك ليه في الماكله الحقيقه ما وصرتو ما نحبش انك ما قلتش ما انت مالك في عامل انت واحد انت انت شنو احسن ماكله طيب لا هيلثي هيلثي فود دونت كير لا والله بالحق مشكله في الماكله ونفرح تبدا بحذا يوم ديما نقول لهم يجي تاخذ كونجي ويجي بحذا طيب لي حتى كي تجي تروح تخلي لي خلي لك المون عرفت لك المون ليه يا اخوي شنو اخر باش نكمل لك تو كمل انت الانترفيو واسالني انت تو بس ما عرفتش تعرف نكملوها كي نسكروها بالتيف وتو الجردة هذي عنب الرفل عنب تحب تهز خويا فما عنب فما شماش فما خوخ او دجاج بجنبنا فما يا واحد الرمان الرمان خويا كل فصل تنجيب لك اسمع محلاه العيشة مش برشا علاش خاطر كي تجي انت باش تنظف الجنينه هذه تعرف لي مش محلاه علاش نظف دخلت طول ما هو ما هو باش فهمت والسيد الوالد مغروم بال حاسي في الاخر خويا شو قعدلنا شو قعدلنا كملنا كل شيء نورمالمون مستقبل تو نرجع نحكيو عليه نهار اخر نهار اخر وقت اللي يلزم نحكيو عليه المستقبل زاهر كيفاش يقولوا فيها المستقبل زاهر المستقبل زاهر ان شاء الله المستقبل ان شاء الله ان شاء الله حول الله فما كان سلامات به خويا نسكروا الفيديو نقول لهم
يابوني وشين يحطوا كومنتاريتهم شنو رايهم في الانترفيو مع احمد خالد وشكون يحبوا نجيبوا مره جاي. اها شنو رايهم في اللونات اللي قالت لاباس انترفيو كام؟ اي نعم اه باهي. وشنو اخر؟ ويابوني وشين برونزي مناش بالله مناش عمت مره راس. اه اخي واحد استاج حمام بورقيبه ومن بعد استاج في سوسه برجولي ربي معاكم بالصيف وفي سبتمبر اخر سبتمبر السنة ما فماش صيف حتى العيد ما فماش عيد نتعدي يا خويا. قول لهم ابوني وشين يعملوا كومنتير يحطوا جيم وتصبح على خير وبسلامه وسكر وكهو. ابوني وشين ملك رقيقي ملك الكوره ملك الكوره يغلطوا خاطر رقيقي فيسبوك وانستغرام وبارتاجيو الفيديو لو ماكسيموم لو ماكسيموم بوسيبل برا خويا. سلام سلام.